طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتحدث اليوم في ندوتنا عن التحول الرقمي في إدارة التعليم. راح نتكلم عن موضوع التحول الرقمي من ناحية نظرية، وطبعاً الشق الأكبر راح يكون التطبيق العملي لتطبيق مايكروسوفت تيمز. طيب، في البداية حابة أعرفكم بنفسي. عبير محمد المحضار، مستشار تعليمي في شركة مايكروسوفت العربية، وحابة أتقدم بالشكر الجزيل لمبادرة تعزيز التعلم الرقمي على جهودهم لدعم الممارسات التعليمية فيما يخص توظيف التقنية في التعليم، والشكر موصول أيضاً لجامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد لاستضافتهم للندوة عبر منصة تزامن. نشوف مع بعض محاور ندوتنا اليوم. طيب، راح نشوف كيف نفعل نظم إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية لنحقق ممارسات التحول الرقمي في التعليم. راح ناخذ فكرة عامة عن مميزات منصة 365 التعليمية، وإيش هي التطبيقات اللي بتوفرها المنصة. من ضمن التطبيقات اللي بتوفرها منصة 365 اللي هي تطبيق مايكروسوفت تيمز. فكرة تطبيق مايكروسوفت تيمز إنه بيدعم مشاركة المعرفة وإدارتها في المؤسسات التعليمية. طيب، حنشوف كيف بشكل عملي كيف إنه مايكروسوفت تيمز حيدعم مشاركة المعرفة. حيدعم مجتمعات التعلم المهنية، المجتمعات اللي يكون عندها اهتمامات محددة، حيدعمهم في موضوع تبادل الخبرة. حنشوف مع بعض كمان كيف ممكن نخصص أدوات المجموعة، وكيف ممكن نتحكم بصلاحيات الإتاحة. بالنسبة لتخصيص أدوات المجموعة، طبعاً تطبيق مايكروسوفت تيمز حيتحلي مجموعة واسعة من الأدوات، فالفكرة هنا إنه كل فريق يخصص الأدوات اللي يحتاجها حسب الهدف من إنشاء هذا الفريق. تمام أعزائي؟ طيب، التحول الرقمي في التعليم. فكرة التحول الرقمي في التعليم إنه ما يعني إنه بس ننتقل من استخدام الورق إلى الطريقة التكنولوجية. لا، التحول الرقمي في التعليم يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. يعني إنه تتحول جميع الاستراتيجيات الإدارية إلى استراتيجيات تدعم إدارة المعرفة. طبعاً إدارة المعرفة تعتبر من المداخل الإدارية الحديثة. الفكرة فيها إنها بتحافظ على الأصول المعرفية، تدعم عمليات الإبداع والابتكار، الأمر اللي يجسد الاقتصاد المعرفي والاستثمار الأمثل لرأس المال الفكري. إنه كيف نقدر نحول رأس المال الفكري هذا إلى قوة إنتاجية. طبعاً هذا الموضوع صار ضرورة ملحة في عصرنا الحديث، عصر التسارع المعرفي الهائل. الفكرة في إدارة المعرفة إنه كيف إحنا ندعم موضوع تشارك المعرفة بين أعضاء المؤسسة التعليمية، بحيث إنه قدرات العاملين في هذه المؤسسة ترتقي وتكون على جانب متوازي من الإبداع والخبرة. بدل ما يكون مثلاً في أعضاء المؤسسة والله في ناس خبراء وناس أقل خبرة وناس أبداً معدومي الخبرة، لا، يكون في تبادل للخبرة واستغلال للخبرات الموجودة في هذه المؤسسات التعليمية. طيب، طبعاً إدارة المعرفة عشان تنجح لازم تدعم ثقافة المنظمة من حيث تشارك المعرفة الضمنية
عبر استراتيجيات المنظمة. وطبعا موضوع توفر الأنظمة التقنية جدا مهم، لأنه في الوقت الحالي صار موضوع المشاركة أسهل بكثير مما سبق، فاستغلالنا لهذه التقنية جدا مهم، وحيحقق لي المؤسسات التعليمية الجودة المطلوبة والتنافسية المأمولة ضمن التحول الرقمي في الإدارة التعليمية. طيب، لو جينا نتكلم عن عمليات إدارة المعرفة، عمليات إدارة المعرفة تكون من تشخيص المعرفة، أعرف المعرفة هذه فين موجودة لدى أفراد المؤسسة التعليمية، مشاركة المعرفة بين أعضاء المؤسسة التعليمية مما يعزز خبراتهم، والمحصلة النهائية توليد المعرفة بما يدعم الابتكار والإبداع في المؤسسات التعليمية. طبعا مشاركة المعرفة هي تمثل الجانب الأهم، حتى إنه البعض يرى إنه معظم عمليات إدارة المعرفة تمثل مراحل في حياة مشاركة المعرفة. وهذا يعني إنه مشاركة المعرفة هي اللي حتكون الأساس في الإبداع وظهور معارف جديدة تثري المنظمات وتفتح أبواب التنافسية. طبعاً مشاركة المعرفة جداً مهم، لأنه إذا أفراد المؤسسة التعليمية كل مين اشتغل بمفرده في مساحته الخاصة وكون خبراته الخاصة وما شاركها مع الآخرين، معناته كل فرد من أفراد المنظمة راح يبدأ من الصفر وينمي خبرته بنفسه، فبالتالي راح يتأخر موضوع التطوير، عكس لو كان في تبادل للخبرة بين أعضاء المؤسسة، فبالتالي تصبح العملية بنائية نبني على خبرات بعض، فهذا يسرع عملية التطوير ويساهم في تعزيز الإبداع والابتكار. طيب، في ظل موضوعنا اللي تكلمنا عنه الآن اللي هو مشاركة المعرفة، إيش ممكن توحي لنا الرسمة الصورة الموجودة أمامنا لو ربطناها بموضوع المعرفة الموجودة في المؤسسات التعليمية مثلاً، أو الموجودة لدى الأفراد؟ إيش ممكن توحي لكم الصورة أمامكم؟ جبل جليدي، التعلم العميق، ما شاء الله عليكم، ممتاز ممتاز أستاذة ناجية، المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية، ما شاء الله عليكي وصلتي على طول للهدف، ممتاز. المعرفة مغموسة، أستاذة زهور، المعرفة مغموسة غير ظاهرة بشكل كبير، ممتاز. ما زالت هناك طاقات مدفونة تحتاج تفجير، أستاذة حصة، ممتاز صراحة، يعني أفكاركم إبداعية وصلت لأبعد ما أرمي له بكثير، ما شاء الله عليكم. طيب ممتاز، الفكرة إنه المعرفة تنقسم إلى قسمين، معرفة صريحة ومعرفة كامنة. طيب لما نقول المعرفة الصريحة، إيش تتوقعوا نقصد؟ المعرفة الصريحة هي اللي تكون موجودة في، ممتاز، الظاهرة الواضحة، ممتاز ممتاز أستاذ عفاف، أستاذة منى، متوفرة للجميع، ظاهرة موجودة، ممتاز. المعرفة اللي تكون موجودة سهل الحصول عليها، تكون محسوسة، أجدها في الوثائق، سواء كانت وثائق رقمية، وثائق مادية، يعني على الوسائط المختلفة، فيديو، نص، هذه المعرفة الصريحة. فالمعرفة الصريحة واضحة وسهلة الظهور، وهي اللي تمثل الجزء الأعلى من الجبل الجليدي. طيب المعرفة الضمنية، إيش تتوقعوا نقصد بالمعرفة الضمنية؟
ممتاز دكتورة سحر. الكامنة الموجودة، القيم، المعتقدات، المعرفة الكامنة الباطنة، ممتاز. الخبرات، أحسنتم. المعرفة الكامنة هي الكنز، وهي التميز الموجود سواء عند الأفراد أو أو المؤسسات التعليمية، وهي اللي المفروض إنه الوسائل التكنولوجية وإدارة المعرفة تساعدنا على إبرازها، اللي هي الخبرات اللي تكونت على مر السنين لدى الأفراد. فمتى ما استغلينا هذه الخبرات بشكل أمثل فنحن وصلنا للهدف. وحتى نستغل الخبرات هذه ونساعد على إبرازها بالشكل المناسب، نحتاج إلى وسائل تدعم عمليات المشاركة. وبالتالي الوسائل التكنولوجية هي أكثر وسائل ممكن تدعم عمليات المشاركة. طيب، ومن هذا المنطلق راح نتناول اليوم تطبيق مايكروسوفت تيمز. مايكروسوفت تيمز يعتبر نظام لإدارة المعرفة. الفكرة فيه أنه حلاقي يجمع المحادثات، المحتوى، تطبيقات متعددة، تقويم، كل حاجة أحتاجها حلاقيها في مكان واحد، تمام؟ بالإضافة أنه حتى بالنسبة للمعلمين ممكن ينشئوا فصول افتراضية تعاونية من خلال مايكروسوفت تيمز. ممكن أتواصل من خلاله لإنشاء مجتمعات التعلم المهنية. ممكن أيضاً أنشئ تيم للتواصل مع موظفي المؤسسة التعليمية. الفكرة في أني أنا أقدر أخصص المجموعة لما يخدم الهدف اللي أنا من أجله أنشأت هذه المجموعة، تمام؟ الفكرة التطبيق إبداعية وتخدم الهدف الأساسي اللي هو إدارة المعرفة. طيب، حنشوف مع بعض الآن كيف ممكن تنشئوا حساب فيه. بس بداية حابة أعطيكم فكرة عامة عن التطبيق، كيف فكرته، كيف يعمل، وبعد كده إن شاء الله راح ننتقل مع بعض إلى التطبيق العملي، وراح أوريكم كيف ممكن تنشئوا حسابات لكم في التطبيق، تمام؟ طبعا تيمز متوافق مع كل الأجهزة الذكية، إذا تحبوا من الآن حتى ممكن تنزلوا الابليكيشن على الجوال تيمز، أو تستخدموا أونلاين، أو حتى ممكن ينزل الابليكيشن على الجهاز. طيب، هذه منصة Office 365 for Education. شايفين تتكون من عدد كبير من التطبيقات. اللي راح نتناوله ونركز عليه اليوم اللي هو تيمز، تمام؟ طيب، أول ما أعمل كليك على تيمز حيدخلني على التطبيق. أول ما أدخل رح يعطيني إمكانية إنشاء مجموعة أو الانضمام إلى مجموعة، تمام؟ هنا عشان أنضم إلى مجموعة أحتاج أني أدخل كود المجموعة، وحوريكم أثناء التطبيق العملي كيف أنا ممكن أستخرج كود للمجموعة، بحيث أنه أعضاء المؤسسة التعليمية تبعي يقدروا على طول بمجرد إدخالهم للكود ينضموا للمجموعة، تمام؟ طيب، الفكرة أني أنا أول ما أنشئ مجموعة أعمل كليك على Create Team، حيخيرني أنه المجموعة هذه إيش الهدف منها؟ هل هي Classes أنه يكون زي الفصل بين المعلم وطلابه؟ هل هي PLCs اللي هي مجتمعات التعلم المهنية؟ هل هي Staff Members أنه لا والله عندي أعضاء مؤسسة تعليمية وأبغاهم يكونوا تحت منصة واحدة؟ أو أني أبغاها تكون anyone، يعني أبغاها تكون مفتوحة، أي عضو في هذه المؤسسة التعليمية بمجرد ما يفتح المنصة حيلاقي التيم ويقدر ينضم لي، تمام؟ فكرة تطبيقات مايكروسوفت اللي هي Office 365 for Education إنها تجمع أعضاء المؤسسة التعليمية اللي في نطاق واحد، يعني مثلاً إدارة تعليم جدة، أه
الدومين تبعها. بمجرد ما أدخل على الأوفيس 365 بهذا الدومين راح يجمع لي كل أعضاء المؤسسة التعليمية اللي تحت نفس النطاق. يعني مثلا جي إديو حلاقي كل الأشخاص اللي منضمين اللي حساباتهم الأكاديمية في جي إديو حلاقيهم كلهم موجودين تحت هذه المنصة. ومتى حكتشف هذا الشيء؟ لما أبغى أضيف الأعضاء للتيم. لما أبغى أضيف الأعضاء في التيم حلاقي أسماء الناس اللي تحت النطاق تبعي. تمام؟ طيب، طبعا من أجمل الأشياء اللي برضو أقدر أعملها بواسطة تيمز تكوين مجتمعات التعلم المهنية، تساعد على التطور المهني الفعال لفريق العمل، تجمعهم تحت منصة واحدة، يستطيعوا مشاركة الأفعال الأعمال، ينمو مهنيا. طبعا كل هذا بوجود الموارد والاتصالات اللي حتساعدهم على التواصل. طيب، نعم أستاذ عبير، في مشاركة للشاشة. أنا بس حابة في البداية تأخذوا فكرة عامة عن التطبيق وبعدين نشوف بشكل عملي. تمام، من هنا أنا أقدر أضيف الأشخاص لحساب تيمز. عندي ثلاثة طرق لإضافة الأعضاء. أول حاجة باستخدام بريدهم الإلكتروني اللي هو البريد الرسمي، زي ما انتم شايفين هنا في الصورة. بمجرد ما أدخل اسم الشخص على طول بيظهر لي كل أعضاء المؤسسة التعليمية اللي أنا منتمية لها، وأختار الأشخاص اللي أبغاهم يكونوا موجودين في التيم تبعي. الطريقة الثانية أني أرسل لهم رابط انضمام للمجموعة أو باستخدام رمز المجموعة، زي ما شفنا في البداية كان طالب رمز المجموعة، وحوريكم إن شاء الله كيف إحنا ممكن ننشئه. طيب، أول ما أنشئ شايفين إدارة التدريب التربوي، الإشراف التربوي بمكتب شرق جدة، عماد التعلم الإلكتروني، التعليم عن بعد، هذه كلها عبارة عن فرق. طيب، النقاط الثلاثة اللي بجانب التيم هذه هي اللي راح أقدر من خلالها، أول ما أعمل عليها كليك أقدر أضيف أشخاص add members، أو أقدر كمان أخذ رابط للمجموعة وأرسل للناس اللي أبغاهم ينضموا، طبعا بالإضافة إلى العديد من الخصائص. طبعا إحنا راح نتعرف اليوم على أهم الخصائص اللي تخص تيمز. البرنامج مليء بالميزات والخصائص، بس راح نركز على أهمها. طيب، هذا بالنسبة لواجهة البرنامج. البرنامج يتكون من واجهة سهلة التعامل، حلاقي على اليسار في قائمة طولية. القائمة الطولية هذه تمثل الأدوات الخاصة بي، بيسموها الـ VO اللي هو الـ Virtual Office، إنه كأنه هذا مكتبي أنا الافتراضي الخاص. حلاقي فيه هنا أول شيء التنبيهات، بعدين الشات. هنا الشات لو أبغى أكلم أحد بشكل خاص. تيمز حلاقي كل الفرق اللي أنا منتمية ليها. ميتينج لو أبغى أعمل جدولة لاجتماع معين. كولز لو أبغى أعمل اتصالات. فايلز لو بمجرد ما أعمل كليك على فايلز حلاقي كل الملفات اللي تمت مشاركتها معي من خلال جميع المجموعات. تمام؟ فالفكرة هنا إنه هذه المجموعات طولية اللي على اليسار، هذه المجموعة الخاصة فيها، بعكس هذه المجموعة العرضية. المجموعة هذه اللي فيها الروابط والأيقونات، هذه اللي بالعرض، هذه تمثل الأدوات التعاونية. هذه كلها عبارة عن أدوات تعاونية بين أعضاء المجموعة. طيب، أي مجموعة؟ مثلا هنا أنا واقفة على مجموعة الإشراف التربوي بمكتب شرق جدة. بمجرد ما أنظر لأعلى الأدوات هذه حلاقي اسم المجموعة اللي تخصها هذه الأدوات. طيب، هنا تحت في الأسفل حلاقي أدوات المحادثة، أقدر من خلالها
أحط مرفقات، أضيف الرموز التعبيرية، فلاش أو أيضا فيديو. الفكرة الحلوة في تيمز إني أنا أقدر أعمل اتصال فيديو، مؤتمرات فيديو في نفس اللحظة، تستوعب عدد كبير جدا. بمجرد ما أعمل كليك هنا على أيقونة الفيديو هذه، على طول حلاقي إنه صار في اتصال بيني وبين أعضاء الفريق اللي أنا أساسا ضميتهم للمجموعة. تمام. طبعا ميزة الفيديو حتدعم مشاركة المعرفة من ناحية تعزيز تبادل الخبرة عبر وسيط يعني في صوت وصورة، فكل ما زادت الوسائط كل ما كان أدعى إلى وصول الفكرة. تدعم موضوع التدريب، التدريب جدا مهم في إدارة المعرفة لأنه ينقل الخبرة بشكل مباشر ويساعد على تطوير أداء جميع أعضاء المؤسسة. طيب، هذا بالنسبة لواجهة البرنامج الأساسية. طيب، كل مجموعة عندي ممكن أنشئ تحتها مجموعات فرعية. كيف؟ يعني مثلا إدارة التدريب التربوي ممكن أنشئ مجموعة للتخطيط، مجموعة للتدريب عن بعد، مجموعة للتطوير الأكاديمي، مجموعة لإنشاء التقارير مثلا على سبيل المثال. وكل مجموعة من المجموعات الفرعية هذه حلاقي بجانبها نقاط صغيرة أقدر أخذ منها ارتباط وأرسله ليهم بحيث ينضموا، أو أضيفهم زي ما شفنا في طرق الإضافة بشكل يدوي عن طريق بريدهم الإلكتروني. تمام أعزائي، المجموعات الفرعية هذه في البرنامج بيسموها channels اللي هي القنوات. يعني عندنا تيم اللي هو إدارة التدريب التربوي، وعندنا channels اللي هي التخطيط، التدريب عن بعد، التطوير الأكاديمي. تمام أعزائي. طيب، هنا من علامة الزائد هذه حتكون موجودة في كل تيم، علامة الزائد. إيش الفكرة فيها؟ الفكرة منها إنه أنا أقدر أضيف تطبيقات داعمة للتيم تبعي حسب الهدف منه. ففكرة مايكروسوفت تيمز إنه بدل ما يفرض على المستخدم تطبيقات معينة قد لا تكون تفي بالغرض، لا، أخلي المجال مفتوح بحيث إنه المستخدم يختار التطبيقات اللي تناسب المجموعة. فهنا حلاقي مجموعة كبيرة جدا وواسعة من التطبيقات، فأنا ألاقيها من علامة الزائد اللي موجودة في التيم. تمام، بمجرد ما أعمل عليها كليك حتظهر لي التطبيقات وأقدر أضيفها للمجموعة. طيب، هنا في الشاشة الآن أضفنا باوربوينت بحيث إنه كل المجموعة تشتغل على عرض واحد. العرض كانت فكرته مثلاً إنه نجمع فيه إنجازات المجموعة في عرض تقديمي واحد. فشايفين زي ما أنتم شايفين هنا على اليمين في أدوات تيمز. فالفكرة إنه داخل منصة تيمز حلاقي الباوربوينت أونلاين صار موجود. تمام؟ فكرة تيمز إنه يحضر لي جميع التطبيقات في مكان واحد، بدل ما يشتت أعضاء المجموعة في تطبيقات متعددة، لا، كل التطبيقات تكون موجودة عندي في منصة واحدة. طبعا يعتبر شبكة اجتماعية مؤسسية، لأنه الشبكات الاجتماعية التقليدية أحيانا بتخرج منسوبي المؤسسة عن نطاق العمل وتسبب لهم تشتت. فبالتالي استخدامنا للشبكات المؤسسية هذه المتخصصة حيعزز من الإنتاجية ويسهل سير العمل. طيب، أيضا مشاركة الملفات حتكون بسهولة من القائمة التعاونية اللي فوق. عندي فايلز أقدر أعمل أبلود لأي ملف، أقدر آخذ لينك من الملف هذا وأرسله لبقية أعضاء المجموعة مثلا. بس أي شيء أرفعه على المجموعة حيطلعوا عليه البقية بدون ما أحتاج إني أرسل لهم ارتباط مرة أخرى. أقدر أجدول اجتماع معين، مثلا أقول لهم نبغى نعمل اجتماع بخصوص تنظيم سير العمل، أحدد متى وقته، أرفق، ممكن أحط مرفقات معينة إذا أبغاهم يطلعوا عليها قبل الاجتماع. تمام، هنشوف مع بعض الآن التطبيق العملي. هنا
الاجتماع، وهذه أدوات الاجتماع، عندي كاميرا فيديو، عندي مايك، وعندي أيضا مشاركة شاشة. طبعا زي ما قلنا إنه متوافق مع الأجهزة الذكية، وممكن أنزل الأبليكيشن على الجوال. طيب الآن نجي للخطوة الأهم اللي الجميع أنا لاحظ بيسأل عنها، إنه كيف إحنا يكون عندنا تيمز وكيف أنا أقدر أنزله، والبعض سمع أنه يحتاج حساب تجاري أو تعليمي. بخصوص تيمز، فعلا تيمز يحتاج أنه يكون عندنا حساب تعليمي. بالنسبة لمنسوبي وزارة التعليم يقدروا يفعلوا حسابهم الرسمي، وبالتالي يكون عندهم تيمز. في حال إنهم فعلوا حسابهم الرسمي وبرضو ما كان موجود التطبيق، ممكن يتواصلوا مع إدارة تقنية المعلومات لتفعيله. طيب أنا فين ألاقي تيمز؟ أستاذ محمد، هل ممكن أعمل لقاء عن بعد عبر التيمز؟ طبعاً ممكن بالتأكيد، زي ما شفتوا في الأدوات، عرضت لكم في الأدوات كيف إنه ممكن أعمل كليك على صورة الفيديو وعلى طول أعمل لقاء عن بعد. تفعيل الحساب الرسمي، تواصلي مع المكتب، مكتب التعليم اللي تتبعي له، أو مع إدارة تقنية المعلومات. طيب كيف أعرف إنه أنا والله مؤسستي التعليمية عندها تطبيق تيمز أو لا؟ أدخل على بريدي الإلكتروني، طيب الأوتلوك تبعي الرسمي، طبعاً الحساب الرسمي. اللي أعرف إنه بعض الجامعات موجود عندها التطبيق، عندها اشتراك في منصة 365 for Education، زي جامعة أم القرى، جامعة طيبة، وأيضاً منسوبي التعليم بالحساب الرسمي ممكن يستفيدوا من خصائص التطبيق. أعمل كليك هنا على المربعات الصغيرة، هذه تمثل اختصار لكل التطبيقات السحابية تبع مايكروسوفت. اللي بيسألوا إدارة التقنية طبعاً في التابعة للتعليم، لا مش في مايكروسوفت، إدارة التقنية عندكم في التعليم. طيب من هذه المربعات الصغيرة أقدر أوصل لكل التطبيقات السحابية وأكتشف إذا كان والله تيمز موجود عندي أو لا. أول ما أعمل كليك على هذه المربعات حتظهر لي كل التطبيقات الموجودة. طبعاً أحياناً ما يظهر تيمز على طول، أعمل كليك على All Apps، يعني أظهر لي كل التطبيقات الموجودة وألاقي تيمز. زي ما قلت لكم، إذا ما لقيته مفعل أتواصل مع إدارة التقنية لتفعيله. طيب نجي للموضوع الثاني، في حال إنه والله أنا ما كان عندي بريد رسمي وأبغى أفعل تيمز في مدرستي مثلا على سبيل المثال أو في إدارتي، كيف أنا أنشئ حساب مجاني؟ الحساب المجاني حتكون مدته شهر، راح أنشئه عن طريق هذه الصفحة، راح أرسل لكم الآن الرابط. أتأكد بس إني اخترت الدولة السعودية، وأختار من هنا المؤسسات التعليمية. طيب أرسل لكم الرابط. وصل. نعم ممتاز أستاذة منى، فعلا إدارة تعليم الرياض موجود بريد رسمي للجميع، وحتى الإدارات الأخرى أتمنى يتواصلوا مع إدارة التقنية ويشوفوا إيش خطوات تفعيله. التطبيق، نعم أستاذة لولوة، التطبيق مو مجاني، بس بالتعاون مع مايكروسوفت بتوفروا إدارة التعليم، وفي بعض الجامعات عندها اشتراك فيه، وحتى الجامعات اللي ما عندها اشتراك وحابين يعملوا اشتراك ممكن يتواصلوا معي على الخاص. طيب ممتاز، أستاذة منى تقول أنا حصلت على الحساب الرسمي عن طريق خدمة تواصل، شكرا للإفادة. ما وصلكم الرابط؟ وصل الرابط أعزائي؟ ياريت تأكدوا لي إذا وصل. أرسلتم مرة ثانية.
وصل أستاذ عبد الله، يعني بتسألني ليش ما أجاوب على الاستفسارات اللي بتوصل مرة كثيرة؟ ما أقدر أثناء ما عرض المحتوى العلمي إني أجاوب على الاستفسارات، أحاول قدر المستطاع، لكن في آخر الندوة إن شاء الله راح أعطيكم فرصة لطرح التساؤلات. تمام؟ هذا الرابط أستاذ محمد، هذا الرابط بخصوص إنشاء حساب مجاني تجريبي في منصة Office 365 for Education اللي هي Teams يعتبر أحد تطبيقاتها. تمام؟ هل يمكننا عقد ندوات؟ نعم ممكن، ممكن أعمل ندوة باستخدام Teams. طيب الفكرة إني أنشئ حساب في Office 365 لمؤسسة التعليمية بشكل مجاني. الندوة تتسع إلى عدد كبير جدا، يمكن يصل إلى 10,000 التيم. أستاذة أحلام تقول تم استخدام المنصة وتفعيلها مع المشرفة والمعلمات، ما شاء الله ممتاز، أخبار جيدة. على فكرة بالنسبة لندوتنا اليوم حتكون في شهادة للي راح يفعلوا التطبيق كفريق عمل في مؤسساتهم التعليمية. فإن شاء الله في نهاية الندوة راح أرسل لكم رابط، الرابط هذا عشان تسلموا من خلاله تقارير التفعيل. تمام؟ راح أعطيكم فرصة إلى يعني كمان 3 أسابيع إن شاء الله، إلى 5 مايو. مناسب؟ أستاذ محمد يقول مدارس الرياض لدينا شراكة مع مايكروسوفت، ممتاز، فرصة جيدة لتفعيل التطبيق مع منسوبي المدرسة. طيب الآن بعد ما أدخل على الرابط وحيعطيني نموذج أعبي أكتب المعلومات المطلوبة، حيعطيني كود وحيطلب رقم هاتفي وحيرسل لي رسالة للتفعيل. في النهاية راح يعطيني معرف مستخدم خاص بي، شايفين هنا مثلا عبير @mkmoe.onmicrosoft.com، حيعطيك معرف خاص فيك علشان تقدر تستفيد من تطبيقات مايكروسوفت. تمام؟ هستخدم هذا المعرف عشان استخدم المنصة وأقدر استفيد من التطبيقات. بعد ما يعطيني هذا المعرف راح أدخل على موقع، شايفين مكتوب فوق صفحة تسجيل الدخول بورتال أوفيس، أدخل على بورتال أوفيس وأدخل المعرف وأكون طبعاً سجلت كلمة المرور اللي أنا أنشأتها وأقدر أفعل التطبيق بشكل كامل إن شاء الله. تمام؟ حيعطيني هو شهر بس فعلياً يمتد إلى أكثر من شهر، وبعد كده حيطلب مني توثيق الحساب. عشان نوثق الحساب يحتاج بس إنه يكون عندي دومين تعليمي، ممكن موقع المدرسة، حتى لو المدرسة ما لها موقع ممكن أنا أشتري دومين وأعمل موقع للمدرسة وأحطه كإثبات لأهلية الحصول على نسخة Office 365 التعليمية، لأنه صراحة ما بيوفروها إلا للمؤسسات التعليمية. تمام؟ طيب هذا الموقع Portal Office، أدخل فيه المعرف اللي هو أنشأ لي وكلمة المرور. نعم في حال توفر دومين أكاديمي للمدرسة، موقع للمدرسة وأثبتت الأهلية راح يكون على طول متوفر. طيب هنشوف الآن مع بعض، هنطبق عملي. هذه هي المنصة، أعزائي تشوفوا المؤشر
أو ما تقدر تشوف المؤشر أمامكم؟ الصوت واضح؟ اللي بيقول الصوت انخفض الآن واضح؟ طيب ممتاز. طيب شايفين زي ما اتفقنا، هنا عندي هذه القائمة الطولية وهنا القائمة العرضية التشاركية. الآن رح ننشئ فريق من تحت هنا Join or Create. واضح الشاشة؟ واضحة الآن؟ عملت مشاركة للشاشة واضحة؟ واضحة الخطوات؟ واضحة منصة Teams؟ طيب ممتاز. الآن شايفين هنا Join Team with Code، هذه الطريقة الأخرى اللي قلت لكم إن ممكن أنا أضيف بالكود. وهنا عندي Create، أعمل Create إنشاء للتيم. بيخيرني يقول لي التيم هذا إيش تبغي يكون، هل Classes، BLCs، Staff Members، زي ما قلنا إنه كل واحدة هتحمل خصائصها الخاصة. مثلا على سبيل المثال هعمل Create Team وأختار مثلاً staff members إنه أعضاء المؤسسة التعليمية. مثلاً خلينا نقول أعضاء أو خلينا نقول مشاركي ندوة التحول الرقمي. هيطلب مني توصيف للمجموعة. الفكرة منه إني لو أنا طلبت أرسلت لأحد رابط انضمام يعرف إيش الهدف من المجموعة. مجموعة تعاونية تهدف لتبادل الخبرة. طيب هنا يقول لي تبغيها خاصة إنه بس ملاك المجموعة هم اللي يقدروا يضيفوا الأعضاء، أو تبغي أي أحد في المجموعة يقدر يضيف نفسه إلى هذه المجموعة. فأنا حخليها public وأختار next. هنا يقول لي علشان أضيف أعضاء للمجموعة، أول ما أدخل حتى لو دخلت الحروف الأولى من أعضاء المجموعة، المفروض الحساب الآن اللي أنا بستخدمه الآن تجريبي مش فعلي، فأنتوا لما تستخدموا حساب التعليم أو الجامعة الخاصة فيكم، أول ما تدخلوا الحرف الأول من اسم الشخص حتلاقوا على طول ظهر بريده وعلى طول نقدر نضيفه. طيب الآن أنا حابة إنكم تشاركوني في هذه المجموعة، فياريت بس لو خمسة مثلاً، أو حاخد خمسة مثلاً أو أول ستة توصلني وأضيفها، أضيفكم كمشاركين في المجموعة. أحتاج البريد الإلكتروني، أحتاج بريدكم الإلكتروني عشان أضيفكم للمجموعة. خلاص نكتفي، الله يعطيكم العافية، نكتفي. المشكلة إنه الشات بيتحرك بسرعة، أنا حتى ماني قادرة أنسخ. بس الله يعطيكم العافية، نكتفي الآن عشان أقدر أنسخ الأشياء الموجودة. طيب أستاذة سامية أضفتك. فضلاً أنتم ممكن اللي راح أضيفهم الآن راح توصلهم رسالة على البريد الإلكتروني نفسه تفيد إنه والله أنتم في طلب لكم للانضمام للمجموعة. ممكن أيضاً عن طريق الأبليكيشن، يعني نزلوا الأبليكيشن على الجوال وأدخلوا عن طريقه، أو إذا تحبوا من الجهاز نفس الشيء، ما عندكم مشكلة. الأستاذة نعيمة الأحمدي.
الأستاذ ناصر عسيري، يعني أعتذر منكم، أنا باخذ بس بشكل عشوائي. اللي أضفتهم يا ريت فضلا يشاركونا حتى من خلال الشات تبع المجموعة. أستاذ محمد الرويلي، أستاذة مشاعل اليحيى، أعزائي اللي أضفتهم، هل وصلتكم الرسالة؟ أستاذ ناصر بن علي، أستاذة نور الجفري. طيب أتوقع نكتفي بهذا القدر. على فكرة هو التطبيق يفترض أنه تقدر تضيفي فيه أعضاء المؤسسة التعليمية تبعك، ولكن عن طريق التحكم في إعدادات التيم نفسه، وإن شاء الله راح أوريكم كيف تقدروا تتحكموا في إعدادات التيم بحيث أنه أنتوا تقدروا تضيفوا أشخاص من خارج المؤسسة التعليمية، يعني بحسابات شخصية. يعني فعليا الإضافة وتكون للناس الموجودين في الدومين نفسه، في النطاق نفسه تبع المؤسسة التعليمية. أستاذة عائشة البحيري، طيب رح نكتفي أعزائي. طيب اللي دخلوا بس يأكدوا لي إذا وصلتهم الرسالة، وصلتهم رسالة الانضمام للمجموعة. طيب يا ريت فضلا تشاركونا من خلال الشات. طيب أثناء ما يشاركون أعضاء المجموعة حنشوف خصائص المجموعة. حنشوف الآن أنشأت مجموعة مشاركي ندوة التحول الرقمي. الآن نبغى ننشئ مجموعات فرعية داخل المجموعة الأساسية هذه. من فين؟ من هنا أختار Add Channel، أختار اسم للمجموعة الفرعية مثلاً. القيادة الرقمية، هذه مجموعة فرعية، وبعدين حنشئ مجموعة فرعية تانية من Add Channel وأسميها التعلم الرقمي على سبيل المثال، وأنشئ أيضا مجموعة فرعية أخرى
مصادر مجموعة على سبيل المثال. تمام، الآن أنشأت عدة قنوات فرعية، أقدر أضيف مشاركين لهذه القنوات الفرعية، يعني مثلا المهتمين بالتعليم أضيفهم للقناة التعليمية هذه، يا إما بإني أخذ لينك جيت لينك تو شانل، أو إني أضيفهم بشكل يدوي زي ما شفنا. تمام أعزائي، وبرضو الناس المهتمين بالقيادة الرقمية أقدر أرسل لهم لينك عشان ينضافوا لهذه المجموعة. تمام، طيب نشوف كيف نتحكم بخصائص المجموعة. الآن شايفين إضافات الزملاء. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بيكي ميشو، أتوقع أستاذة مشاعل. طيب ياريت اللي أعطونا مداخلات يكتبوا أسماءهم بس من خلال التيمز. طيب شايفين علامة الزائد هنا؟ من خلال علامة الزائد أنا أقدر أضيف التطبيقات المتعددة وأخصص المجموعة حسب الهدف المطلوب. إيش تحبوا نضيف تطبيق؟ طبعا أنا أقدر أضيف إكسل نشتغل عليه بشكل تعاوني، أقدر أضيف فورمز، الفورمز اللي هي النماذج، استبيانات أبغى أعمل، أبغى أعمل اختبارات، أي حاجة ممكن أضيفها من خلال الفورمز هنا. أقدر أضيف ون نوت أجمع فيه إنجازات الفريق، خلينا نجرب نضيف ون نوت كأداة ونجمع فيها إنجازات الفريق على سبيل المثال. حيقول لي سمي الون نوت اللي تبغيه، مثلا أسميه إنجازات الفريق. أضف لي ملف ون نوت داخل التيم نفسه عشان نقدر نتشارك إنجازات الفريق. ممكن أنا في ون نوت هذا أعمل صفحة لكل عضو من أعضاء المؤسسة التعليمية باسمه وعلى أساس يضيف إنجازاته فيها. مثلا هذه الصفحة اسمها محمد، بعدين من هنا علامة الزائد وبيج أقدر أضيف صفحة تانية، مثلا علي، وبيج تاني مثلا خالد، وأنزل صفحة أخرى. يعني من ضمن الأفكار اللي ممكن أقدر أطبقها مها، بحيث إنه كل عضو من أعضاء المؤسسة هذه التعليمية يضيف إنجازاته في صفحته الخاصة، وتكون عندي الإنجازات كاملة بنهاية السنة. طيب شايفين السهم الصغير هو اللي أقدر منه أفتح أشوف الصفحات المتعددة. طب كيف أقدر أضيف الإنجازات من insert هنا اللي هو إدراج؟ شايفين أحيانا ما تكون مفعلة الأدوات، كل ما علي أني أضع المؤشر في متن الصفحة كده وأرجع تاني مرة insert، أهو شايفين أتفعلت. أكثر شيء يهمني في كل هذه الأدوات إدراج الملفات، لأنه هي اللي حتعبر عن الإنجازات. من إدراج فايل حيوديني، حقدر أختار أي ملف وبرضو أروح لإنسيرت تاني. هنا فايل برينت أوت حيعطيني الملف مفتوح، وفايل أتاتشمنت لا حيعطيني إياه كمرفق. هنا المرة الأولى أنا جربته كمرفق، الآن أبغى أجربه كمفتوح. مثلا هذا الملف، يعني بخصوص الشهادات الأفضل إنها تكون مفتوحة. تمام، هذه الأيقونة اللي أضفتها إنجازات الفريق. على فكرة بالنسبة للأيقونات السابقة، هذه الأيقونة الخاصة بمحادثات الفريق، هذه الأيقونة الخاصة بملفات الفريق،
زي ما قلت لكم هنا أقدر أرفع أي ملف عشان كل أعضاء المجموعة يشوفوه. هنا أقدر أخذ منه ارتباط لو أحد خارج المجموعة أبغى يطلع على الملف. هنا لو أبغى أضيف تخزين سحابي، وهنا لو أبغى أضيف أنا ملف جديد. طيب مثلا أنا لو أبغى أشتغل على باوربوينت تعاوني نجمع فيه جميع منجزات الفريق في باوربوينت مثلا عشان نعرضها في أي مكان على سبيل المثال، هختار نيو، أنشئ جديد، أقول له باوربوينت، أسميه مثلا عرض مخرجات الفريق، أقول له كرييت. يا ريت تشاركونا أعزائي اللي أنضموا للفريق، شاركونا في الباوربوينت هذا إذا ممكن. أعتذر منكم إنه قد يمتد وقت المحاضرة، وقت الندوة، لأنه بصراحة يعني بنطبق عملي، وغالباً التطبيق العملي يحتاج إلى وقت أطول، وأنا أبغى أتيح لكم فرصة للتطبيق، فأعتذر منكم عن إننا راح ناخذ وقت أطول شوية عن الموعد المحدد لانتهاء الندوة. الآن شايفين أمامنا هذا باوربوينت تعاوني، عرض لمخرجات الفريق، أنشأته كملف. شايفين هذه هي أدوات التيمز وهذا الملف. طيب أنا هرجع هنا لأيقونة التيمز وأبغى العرض هذا اللي أنا أضفته ضمن الملفات يكون ظاهر هنا كأيقونة في الأعلى. كيف؟ من علامة الزائد برضو أروح لباوربوينت، شايفين ظهر عندي الملف اللي عملته توي. هنا يقول لي ايش تبي تعنونيه عشان تظهر أيقونته، هعنونه بنفس العنوان عرض المخرجات وأختاره وأقول له سيف. شايفين لقيته هنا موجود، بيخيرني هنا بيقول لي انت تبي تعملي عليه تحرير كيف؟ حيعطيني عدة طرق، إنه هل من خلال التيم نفسه من خلال تيمز أو من خلال باوربوينت أونلاين. طبعاً أنا أفضل دائماً إنه طالما إحنا بنشتغل على نفس المنصة ما نخرج منها، فأختار إنه التعديل يكون من خلال تيمز. طيب الفكرة إنه أي أحد من أعضاء الفريق بمجرد ما يضيف مخرجاته على العرض حتظهر لكل أعضاء المجموعة بدون ما يرسل له رابط بعد التحديث. أي تحديثات موجودة في المجموعة حتظهر لكل أعضاء الفريق. تمام أعزائي؟ طيب أستاذ سماح تسأل إيش فايدة الشانلز؟ فايدة الشانلز إنه أقدر أعمل تخصيص لأعضاء المجموعة. مثلاً أنا عندي في مكتب الإشراف التربوي شعبة مثلاً للتربية الأسرية زي ما أنتم شايفين في الفريق الأعلى، شعبة للصفوف الأولية، شعبة للقيادة المدرسية. أعمل تخصيص في المجموعات على أساس نقدر نخصص المصادر حسب الاهتمامات، ما نتشعب ونتوسع كثير، تكون المجموعة مشتتة، تكون مركزة أفضل. طيب طبعا أنا أدعوكم إلى اكتشاف جميع هذه التطبيقات، التطبيقات رائعة، بعضها متخصصة في مجال معين مثلا في الرياضيات أو في العلوم، وبعضها عامة زي الفورمز والباوربوينت والويكي. فكرة الويكي كمان جميلة ويعتبر قاعدة معرفة لأنه يدعم موضوع مشاركة المعرفة. كل فريق، كل عضو من أعضاء الفريق يقدر يضيف خبرته من خلاله. بلانر، البلانر اللي هو ينظم لي موضوع توزيع المهام فريق العمل. أنا أقدر أنشئ باستخدامه خطة عمل وأحدد مهام معينة وأضيف الأعضاء اللي أبغاهم يشتغلوا على هذه المهام وأحدد لهم تاريخ التسليم، تاريخ تسليم كل مهمة. ممكن تجربوا برضو هذا التطبيق أيضا رائع.
فياريت تستكشف التطبيقات. أتمنى إنه كان الوقت يسمح كان يعني نجرب أكثر، بس الفكرة موجودة عندكم وتقدروا تجربوها كلها بإذن الله بما يدعم أهداف فريق العمل. طيب نرجع هنا لخانة الحوارات والمناقشات اللي هي الخانة الأولى. شكرا لإضافاتكم أستاذة نور، أستاذة مشاعل، أستاذ ناصر، يعطيكم العافية. بس قولوا لي من خلال الشات هنا في تيمز، هل أنتوا دخلتوا من خلال الجوال أو من خلال الجهاز؟ تسأل هل ممكن مشاركة استبيان مع الفريق؟ نعم بالتأكيد ممكن يا أستاذة مشاعل أشارك استبيان. طيب خليني أوريكم بشكل سريع كيف أشارك استبيان مع الفريق. طيب من علامة الزائد أختار Forms، هيقول لي تبي تنشئ استبيان جديد أو تبي تجيبي استبيان موجود عندك مسبقاً. أنا هنشئ استبيان جديد مثلاً أسميه تقييم الندوة مثلاً. أقول له سيف. شايفين ظهر لي الاستبيان وهنا يقول لي أضيف سؤال، أختار نوع السؤال، أبغى اختياري، أبغى مفتوح أو ريتنج تقييم. أختار مثلا إنه يكون نص، مثلا على سبيل المثال أحط الاسم هنا في حال إني كنت أبغى السؤال اختياري أو إجباري، هنا مثلاً أخلي اختياري. اختار تاني، اكتب الهدف من حضور الندوة، مثلاً أخلي إجباري. مدى الفائدة المكتسبة، اختار تاني، مقترحات مثلا، مقترحات مستقبلية على سبيل المثال. أنا الآن أنشأت استبيان بشكل سريع، هنا أقدر أتحكم بشكله، هنا أقدر أشوف شكله النهائي أيضا. الآن أبغى أعمل له مشاركة، هنا يقول لي إذا تبغى تعمل له مشاركة فقط أعضاء المنظمة اللي أنت فيها رح يوصلوا له، بس أنا أبغاه مفتوح أخليه anyone، وهنا أقدر أنسخ الرابط وأرسله، فحنسخ الرابط. وهنا الميزة الجميلة إنه ممكن كمان يعطيني باركود ياريت لو تكرمتوا تجربوا تدخلوا ونشوف مع بعض كيف حتظهر لنا نتائج التقييم. حرسل لكم كمان الرابط على الشات بشكل سريع فضلا عشان نستكمل حديثنا. أستاذ عبد الرحمن شهادات حضور للأسف لا يوجد، ولكن شهادات شكر واجتياز للمفعلين للتطبيق زي ما اتفقنا. المفعلين للتطبيق هطلب منهم تقرير تفعيل يكون في مثلا شواهد، صور من المنصة يفيدني في بالهدف، الأثر اللي العائد على مؤسسة التعليمية من تفعيل تيمز مثلا مثل هذه المعلومات، وراح أعطيكم رابط نموذج عشان تسلموا من خلاله التطبيق.
الشهادة حتكون نعم معتمدة مايكروسوفت. طيب responses عندي اثنين، أستاذ البندري وأستاذ خولة، شايفين هنا أشوف الأسئلة وهنا أشوف الاستجابات. فالفكرة إنه حتى فريق العمل يقدروا يشوفوا استجابات، مثلا يبغوا يشوفوا يقيسوا مدى رضا المستفيدين مثلا على سبيل المثال، في بيانات إحصائية يحتاجوا تحليلها ممكن ينزلوها على إكسل ويشتغلوا عليه أيضا بشكل تعاوني. جدا رائع، أنت الأروع، يعطيك العافية. دورات مكثفة بإذن الله. تمام، شفتوا الاستجابات، أستاذة مستورة وأحمد الشاعري، أستاذ منصور، شكرا لمشاركتكم. الآن عندنا 8 استجابات، شايفين هنا view result، أقدر أشوف النتائج. يعطيكم العافية على انطباعكم، أنا جدا سعيدة بإنكم إن شاء الله تكونوا وصلتوا للهدف المأمول. طيب الآن أبغى، غالبا شفنا أبرز ما في التطبيق، بس حنرجع تاني مرة للمحادثات. مشاركة استبيان وريتكم. طيب رفض الدخول على التقييم، أعملي تحديث للارتباط. ممتاز، من خلال الجوال، إذا اللي حيدخل من خلال الجوال أو الآيباد يحتاج تحميل التطبيق، تحميل تيمز، وبعدين يدخلوا بنفس الحساب اللي أضفتهم به. من هنا شايفين علامة الفيديو هنا، طبعا من هنا قلنا إرفاق ملف، هيحولني على جهازي أقدر أرفق أي ملف. ياريت الأعضاء اللي مشاركين لنا في المجموعة يجربوا إرفاق أي ملف من عندهم. هنا علامة الفيديو علشان شايفين أعزائي الفيديو. الآن اللي مشاركين معايا في المجموعة حيجيهم إنه عندكم في اتصال عبر تيمز وتقدروا تنضموا لي. تمام، من هنا أقدر أعمل مشاركة الشاشة، من هنا أقدر أعمل كتم للصوت، ومن هنا عشان أخرج من الجلسة. تمام أعزائي. طيب يا ريت أحد من المشاركين ينضم بس للفيديو عشان نشوف. طيب ممتاز. أستاذة مشاعل انضافت معنا في الفيديو. طيب ممكن تقفلوا الكاميرا، عندكم في الإعدادات طريقة إقفال الكاميرا. طيب من هي الاتصال؟ من هنا أنا الآن هات الاتصال، يطلب تقييم الاتصال. طبعا مايكروسوفت حريصين على التغذية الراجعة من المستخدمين. وهنا أعطاني الاتصال. طبعا الفكرة إنه هنا هذا حوار مفتوح، نقدر نناقش أي موضوع يخص المجموعة من خلال هذه المساحة.
تمام أعزائي، طبعا هنا زي ما وريتكم أول عشان أعمل سكاجول للميتينج، أحدد موضوعها وقتها، إذا في مرفقات معينة من هنا أقدر أرفقها، والتطبيق حيرسل تنبيه للمشاركين إنه عندكم في الوقت الفلاني لقاء. تمام، الفايلز هنا زي ما قلنا، هنا الملفات الخاصة فيا أنا اللي شاركتها عن طريق كل المجموعات الأخرى. طيب الآن أعزائي أبغى أوريكم طريقة التحكم في إعدادات تيمز نفسه. إحنا شفنا الآن كيف نتعامل مع تطبيق تيمز نفسه، الآن نبغى نشوف إدارة التطبيق. من فين إدارة التطبيق؟ فاكرين أول ما دخلنا على منصة أوفيس 365 ووريتكم هذه التطبيقات الخاصة فيه، حلاقي عندها الإدارة. طبعاً اللي عندهم حساب أكاديمي سواء تابع لوزارة التعليم أو تابع لجامعة، الإدارة حتكون موجودة عند تقنية المعلومات، ما راح تشوفوا هذه الأيقونة. بس اللي هم أنشأوا الحساب سواء أنشأوه تجريبي أو تبع مدرسة أو يعني خاص فيهم، ممكن يشوفوا أيقونة الإدارة. حنشوف أيقونة الإدارة بشكل سريع وأوريكم بس كيف نفعل خاصية إضافة ضيوف من خارج المؤسسة التعليمية. طيب هنا عشان أضيف مستخدمين، شايفين إضافة مستخدم، أحط الاسم، اسم العائلة، الاسم اللي أبغاه يظهر في الدومين تبعه لأنه حينشئ لي دومين خاص بالمجموعة. كلمة المرور، هل هان أنا أبغى أنشئها أو أخليها؟ طبعا أفضل إني أخليها تنشأ تلقائيا. تراخيص المنتجات أفعلها من هنا. وبعدين أعمل إضافة. تمام، هذا بالنسبة لإضافة أعضاء للفريق. طيب حينشئ لجميع الأعضاء حساب تجريبي في نطاق مايكروسوفت عشان يقدروا يجربوا المنصة. طبعا بالنسبة للحصول على الشهادة ما يفرق، حتى لو أنشأتوا حساب تجريبي للمؤسسة التعليمية تبعكم واشتغلتوا عليه. طيب الآن نبغى نشوف كمان في الإعدادات كيف أنا ممكن أسمح بإضافة الضيوف. حروح لهنا مراكز الإدارة وأختار من هنا تيمز، أختار من هنا. طبعا هنا إعدادات متعددة ممكن أنتم تطلعوا عليها، الآن لا مجال لذكر هذه التفاصيل، حاعطيكم أهم التفاصيل. مثلا هنا تقارير، ممكن يعطيني تقارير عن تفعيل تيمز والأشخاص النشطاء مثلا في المنصة. طبعا من الأساسيات المهمة في إدارة المعرفة إنه الإدارة تدعم المشاركين وتحفزهم على مشاركة المعرفة. طبعا التحفيز مو شرط يعني حتى تحفيز معنوي يكون. طيب حنشوف إعدادات على مستوى المؤسسة، حلاقي فيها وصول الضيف وأعمله تشغيل من هنا. تمام، في هذه الحالة أنا أكون سمحت ب إنه إضافة أعضاء يحملوا بريد شخصي مش المؤسسي. تمام أعزائي، طبعا خصائص تيمز متعددة جدا ولا يكفي المجال لحصرها، راح تعرفنا على أهمها من خلال هذه الندوة، وراح أعطيكم برضو مجموعة فيديوهات تعليمية
عن تيمز موجودة عبر الباركود. جميع المصادر أعزائي أيضا راح أرسل لكم إياها إن شاء الله. عبر هاشتاج مبادرة تعزيز التعلم الرقمي، ممكن أحط لكم إياها في الردود على تغريدة الإعلان عن الدورة. وفي نفس الوقت لو عندكم أي استفسارات تسعدني استفساراتكم والتغذية الراجعة عن الندوة عبر هاشتاج المبادرة. طيب، بخصوص تقرير التفعيل، هذا الارتباط هتلاقوا فيه نموذج لتسليم تقرير التفعيل. طبعا المؤسسة المفعلة سواء كانت مدرسة أو قسم أو عمادة راح تحصل على شهادة شكر من مايكروسوفت للتحول الرقمي في الإدارة. تمام، الشخص المساهم في التفعيل برضو راح يحصل على شهادة، وممكن كمان الأشخاص النشيطين عبر المنصة يحصلوا على شهادة. راح أرسل لكم الارتباط، الارتباط موجود في الباركود، وراح أرسل لكم إياه أيضا عبر الشات. يعطيكم العافية، أنت الأروع أستاذة مشاعل، شكرا لكم، شكرا لك أستاذ محمد، يعطيك العافية، شاكرة لكم حضوركم. الكود اللي أمامكم هو كود حضور الندوة، راح تستفيدوا منه 500 نقطة في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. هذا رابط يشرح كيفية الاستفادة من الرمز الترويجي، كيف الناس اللي أول مرة ينتموا يدخلوا لمجتمع مايكروسوفت التعليمي ممكن يطلعوا على الرابط عشان يشوفوا كيفية الانضمام للمجتمع والاستفادة من الكود. شكرا لك أستاذة تغريد، شكرا لكم جميعا. هذا حسابي في تويتر، وبرضو من خلال هاشتاج مبادرة تعزيز التعلم الرقمي. في حال عندكم أي استفسار حكون سعيدة جدا برؤية تفعيلكم للمنصة. أتمنى أشوف تقارير إبداعية للتفعيل، يهمني أشوف من خلال التقرير الأثر العائد على المؤسسة التعليمية من تفعيل المنظمة، إيش الأشياء الإيجابية اللي استفدتوها من خلال تفعيل هذه المنصة. طيب، حكون معاكم لمدة كمان دقيقتين في حال عندكم أي استفسارات. يعطيك العافية أستاذة حنان، أستاذة البندري، أستاذة ضحى، شكرا لكم. أستاذة نوال، الشكر موصول لكم. هل يشترط أن كل الأفراد المضافين لديهم إيميل أكاديمي؟ أستاذة مستورة، وريتكم طريقة تفعيل الضيوف، ممكن يكون التفعيل لمجموعة معلمات من نفس المدرسة، ممتاز. طبعا كل ما كان نطاق التفعيل أكبر وكل ما كان أفضل، وكل ما كان حققنا إدارة المعرفة بشكل أفضل. يعني ممكن إحنا نخلي مجموعة للإداريات في المدرسة، مجموعة للمعلمات، يعني كل ما كان التفعيل نطاقه أكبر كل ما كان أفضل. كيف أغادر مجموعة تمت إضافتي ليها؟ من خلال النقاط الثلاثة، الاختصارات، النقاط الثلاثة اللي موجودة على يمين المجموعة، أول ما أعمل عليها كليك حيكون في خيار مغادرة المجموعة. فاكرين لما كنا ناخد ارتباط المجموعة ونضيف أعضاء؟ نهاية العام ممكن نستغلها في جمع الإنجازات في التدريب بخصوص أنه نهاية العام، يعني أتوقع أنه في مجال، وأتمنى أشوف أساليبكم الإبداعية في التوظيف. يعطيكم العافية، شكرا لك أستاذة خيرية، أنت الأجمل.
طيب أعزائي، شاكرة ليكم، شاكرة حضوركم، وشاكرة اهتمامكم بموضوع التحول الرقمي في إدارة التعليم، وشاكرة لمبادرة تعزيز التعلم الرقمي، مبادرتها الرائعة، ولعمادة التعلم الإلكتروني جامعة الملك خالد استضافتهم للندوة عبر منصة تزامن. شكرا لكم، يعطيكم العافية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في ندوات أخرى. شكرا لكم.